أكد مصدر من داخل نقابة المحامين الموريتانيين أن النقابة وزعت 50 دعوة بمناسبة احتفالية سنة القضائية التي أقيمت يوم أمس الاثنين في قصر العدالة، نافيا إقصاء النقيب السابق والشخصية المعارضة أحمد سالم البحبيني. كما أشار نفس المصدر إلى أن النقابة ارتأت إعطاء الأسبقية للمحامين الجدد الذين لم يحضروا في احتفالية السنة الماضية، وكانت شائعات قد راجت عن منع البحبيني من حضور افتتاحية سنة القضائية لهذا العام على خلفية تصرفاته في الافتتاحية الماضية، إضافة إلى توجهاته السياسية.